حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في جولة جديدة من جولاتنا في حديث الصحافة. البداية اليوم مع صحيفة الشرق الأوسط، حيث نشرت مقالا تحت عنوان تسريبات عن اتفاق أمريكي روسي لتمديد ولاية الأسد وواشنطن تنفي. قالت فيه: تتبدد آمال المعارضة السورية بشأن التوصل إلى حل سياسي لأزمة سوريا، ينطلق من تسليم الرئيس السوري بشار الأسد السلطة إلى حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، وهو ما تشترطه المعارضة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 للسلام والمزمع عقده منتصف الشهر المقبل. وفاقمت من أحباط المعارضة السورية وخيبتها تصريحات الأسد خلال 8 إطلالات إعلامية في أقل من شهر لناحية تأكيده رفض التنحي عن منصبه واستعداده الترشح لولاية جديدة بناء على رغبة الشعب السوري، إضافة إلى تسريبات دبلوماسية أخيرة عن اتفاق أمريكي روسي يقضي بتمديد ولاية الأسد حتى منتصف عام 2016. وكانت تسريبات غير رسمية رجحت تأجيل الانتخابات الرئاسية السورية المقررة منتصف العام المقبل، مما يسمح للأسد بالبقاء لمدة عامين إضافيين في منصبه، وذلك بعد انتهاء ولايته الحالية منتصف شهر يوليو تموز 2014، استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 87 من الدستور السوري النافذ منذ العام الماضي، والتي تنص على أنه إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم ينتخب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم في ممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. ونقلت تقارير إعلامية غير مؤكدة عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله: إن موسكو وواشنطن اتفقتا من دون الإعلان عن ذلك على تأجيل الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تأمين غطاء سياسي دولي يسمح بتمديد ولاية الأسد استنادا إلى الدستور السوري. إلا أن الخارجية الأمريكية نفت وجود تلك الصفقة وقالت: إن الأسد يجب حتى ألا يفكر في البقاء في الحكم. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: كيف يمكن لأي حاكم قتل أكثر من 100,000 شخص وأباد يوم 21 أغسطس آب بالغاز 1,400 آخرين حتى مجرد أن يفكر في أن يترشح في الانتخابات ليبقى في الحكم؟ وأضافت: ظل السوريون واضحين فيما يريدون ونبقى نحن واضحين في تأييدهم، إذا كان يريد الأسد حقيقة أن يلبي رغبات شعبه فعليه الرحيل. صحيفة العرب كتبت مقالا بعنوان: أطفال سوريا من مجازر النظام إلى عذابات اللجوء والتشرد. قالت فيه: يعاني أطفال سوريا اليوم معاناة قاهرة غير مسبوقة، وذلك في ظل النزاع الدائر بين نظام الأسد والمعارضة الشعبية المدنية والمسلحة، وقد تفاقم الوضع الكابوسي الذي يعيشه السوريون بفعل إصرار الرئيس بشار الأسد على الاستمرار في السلطة، وذلك رغم المعارضة الشديدة له من قبل المطالبين بالتغيير الديمقراطي، وقد دفع الأطفال تقول الصحيفة الثمن الباهظ لهذه الحرب أكثر من غيرهم، فهم اليوم يملؤون طرقات سوريا غير الآمنة ويلوذون بالكهوف والجبال والمجارير المخصصة للصرف الصحي هربا من الموت الذي يلاحقهم في كل مكان من بلادهم. وقد رصدت كاميرات المراسلين الحربيين، تقول الصحيفة أيضا، صورا مفزعة لمعاناة الأطفال في سوريا، فهم يتضورون جوعا وبعضهم يتغذى على أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة، في حين يموت الأطفال الرضع في غوطة دمشق وحمص المحاصرة بسبب عدم تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إليهم وإصرار النظام على حصارهم. تقول الصحيفة أيضا: 14% من الأطفال حتى الآن يعانون من سوء التغذية الحاد،
وفي مجزرة الكيميائي في غوطة دمشق في 21 أغسطس التي أصيب فيها الآلاف وقتل أكثر من 1500 مدني سوري فيها، تقول الصحيفة كان معظمهم من الأطفال. منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية البريطانية حذرت من أن أكثر من 2 مليون طفل سوري محاصرون في القتال الدائري بين النظام والمعارضة. أعزائي المشاهدين، موقع الجزيرة نت نشر مقالا بقلم عبد الستار قاسم عنوانه العرب يسلمون أسلحتهم، قال فيه على من يظن أن قيام دولة بتسليم أسلحتها فضيلة أو انتصار أو شجاعة أن يعيد التفكير في ظنه حتى لا يقع في سوء تقدير حول كيفية بناء المجتمعات وتسيير السياسات الدولية وإقامة العلاقات الخارجية. تكررت عملية تخلي العرب عن أسلحتهم وبأشكال وترتيبات متعددة، يقول الكاتب، ومعها تتصاعد أسباب الإحباط ومشاعر الإحباط والذل لدى المواطن العربي. التسليم المباشر للسلاح لأمريكا أو جهات دولية هو اختصاص الأنظمة العربية القومية. العراق بقيادة صدام حسين سلمت أسلحة كيميائية، وليبيا بقيادة القذافي سلمت تجهيزات تسليحية بدون قتال، وذلك على إثر الغزو الأمريكي للعراق. والحديث يدور الآن حول وضع السلاح الكيميائي السوري تحت إشراف دولي تمهيدا للتخلص منه. وأضاف الكاتب أغلب السلاح العربي سلاح متعب وليس سلاح انتصارات. تدفع الدول العربية القبلية والنفطية مليارات الدولارات سنويا على شراء الأسلحة من الدول الغربية، وبالتالي لا يمكن أن يكون سلاحا للدفاع عن الثروات العربية أو الاستقلال العربي، وإنما يكرس التبعية العربية للدول الغربية ويكرس لها سيطرتها على الموارد والثروات العربية. سلاح هذه الدول، يقول الكاتب، يهدف إلى تكريس الضعف بدل البحث عن القوة، ولهذا بقيت على هامش النشاطات الدولية فيما يتعلق بمستقبل المنطقة العربية الإسلامية. يضيف الكاتب لو سعت هذه الدول إلى الاستقلال وتحقيق الحرية السياسية لاستطاعت بالأموال الضخمة التي تنفقها على التسلح أن تطور تقنية خاصة بها وتصنع مختلف الأسلحة المتطورة التي تحتاجها. واضح أن شراء الأسلحة ليس إلا تبذيرا وهدرا للأموال العربية لحساب مصانع السلاح الغربية، يقول الكاتب. ويختم الكاتب أيضا بالقول فيما يخص تسليم السلاح والعبث بمستقبل الأمة، يخطئ من ينحاز لصالح نظام عربي ضد آخر، فكل الأنظمة تقوم بما يلزم من إجراءات من أجل الإبقاء على الأمة ضعيفة هزيلة. لن يفلح من ينحاز لنظام عربي دون الآخر، يقول الكاتب، ولن يفلح من لا يضع أصبعه على الجروح العميقة التي تصنعها هذه الأنظمة في جسد الأمة. الانحياز يجب أن يكون للأمة فقط، وذلك في البحث عن أفضل السبل التي يمكن أن تخرجنا من هذا التخلف الذي نغوص فيه ومن الهزائم المتكررة التي نمنى بها. أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى قناة البي بي سي والتي نشرت على موقعها مقالا بعنوان الأسد لا يستبعد إمكانية توسط ألمانيا في الصراع السوري، قالت فيه طرح الرئيس السوري بشار الأسد إمكانية أن تقوم ألمانيا بوساطة لحل الأزمة وإيقاف الحرب في سوريا، غير أنه اشترط مجدداً أن تلقي المعارضة السلاح قبل التفاوض معها. وفي مقابلة تنشرها مجلة دير شبيغل الألمانية الأحد، اتهم الرئيس الأسد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالكذب. هذا وتسعى الولايات المتحدة وروسيا منذ شهور لعقد مؤتمر في جنيف لتسوية الأزمة السورية سلمياً، غير أنه لا تلوح في الأفق الآن مؤشرات على موعد انعقاده.
وقال الأسد: إنه يمكن أن تكون ألمانيا مؤهلة للقيام بدور الوسيط في الصراع السوري المستمر منذ ما يقرب من 3 أعوام، وخلف آلاف القتلى وملايين المشردين داخل وخارج سوريا. ووصف الأسد المعارضة المسلحة بأنها ليست معارضة سياسية حقيقية لأنها تحمل السلاح. وتقول المعارضة السورية إنها اضطرت إلى حمل السلاح في مواجهة القوة المسلحة التي يستخدمها حكم الأسد ضد المطالبين بالإصلاح وتغيير النظام. وكان الصراع في سوريا قد بدأ حركة احتجاجية سلمية، ثم تحول إلى حرب أهلية بعد محاولة الحكومة إخماد الاحتجاجات بالقوة. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 100,000 شخص في الحرب حتى الآن. وشن الأسد هجوما حادا على الرئيس الأمريكي وقال إنه لا يعرف شيئا سوى الكذب، في حين اعتبر روسيا صديقا حقيقيا لسوريا، وقال إن موسكو تساند حكومته أكثر من أي وقت مضى. وأقر الأسد بارتكاب أخطاء وقال حتى الرؤساء يرتكبون أخطاء، غير أنه لم يشر إلى الأخطاء التي ارتكبها. صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقالا بعنوان سوريا تبدي إشارات تدل على تحضيرها لتسليم سلاحها الكيميائي، قالت فيه: يقوم النظام السوري بجمع أسلحته الكيميائية في مناطق محددة ومركزية كخطوة أولى لتدميرها. وهذه الخطوة أدت إلى مخاوف من أن يخفي النظام بعضا من ترسانته عن مفتشي الأمم المتحدة. وتضيف الصحيفة إن خطوة النظام السوري دعت إلى التفاؤل بين أوساط الساسة الأمريكيين، حيث قدم السوريون قائمة بالأسلحة الكيميائية والتي بدورها أدت إلى تسليط الضوء عن كافة الأسلحة الكيميائية السورية. وتضيف الصحيفة: ويقوم الروس بالعمل مع الأمريكيين لإيجاد آلية تنفيذية للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، إلا أن بعض المسؤولين الأمريكيين عبروا عن تخوفهم من تغيير النظام السوري رأيه حيال تدمير الأسلحة الكيميائية، كما أن إدارة أوباما لم تتفق حتى الآن مع جهة ثالثة تقوم بتدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة القدس العربي، والتي نقلت بدورها عن السفير الروسي تحذيره من محاولات استخدام الكيماوي مجددا في سوريا، حيث قالت الصحيفة: حذر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين الجمعة من استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مجددا، وذلك بهدف إفشال التحضير لانعقاد مؤتمر جنيف 2 والتلويح بالتدخل العسكري الخارجي، داعيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيلاء المعارضة السورية على الأسلحة الكيماوية. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، قال زاسبيكين: نحذر من محاولات استخدام الأسلحة الكيماوية بهدف إفشال التحضير لانعقاد مؤتمر جنيف 2 والعودة إلى سيناريو التدخل العسكري الخارجي. وفي هذا الصدد شدد على وجوب ضمان عدم استخدام أراضي الدول المجاورة لسوريا لتزويد المسلحين بالأسلحة الكيماوية، وأضاف قائلا: نعتمد على القرار 2118 للتعاون البناء مع الأطراف المعنية في سبيل الانتقال إلى خريطة تسوية سياسية في سوريا. وينص القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن في أيلول الماضي على تفكيك الترسانات الكيماوية السورية، كما يتضمن إنزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع أسلحته الكيماوية. كما يلزم القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لجهات تحاول استخدام أسلحة كيماوية أو تصنيعها أو حيازتها أو نقلها أو امتلاكها. وتجنبت سوريا ضربة عسكرية أمريكية مؤخرا بعد موافقتها على مبادرة حليفتها روسيا،
بوضع الترسانة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية تمهيدا لتدميرها. كما بدأ مفتشو نزع الأسلحة الكيماوية بعد وصولهم إلى دمشق الثلاثاء الماضي مهمتهم تنفيذ بنود القرار 2118. وكان تقرير لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة الذي زار سوريا الشهر الماضي من أجل بحث مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية يوم 21 آب أغسطس الماضي خلص إلى أنه جرى بالفعل استخدام هذا النوع من الأسلحة، لكن دون أن يحدد المفتشون المسؤول عن استخدامه. كما أدى استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل بينهم أطفال ونساء بحسب إحصائيات المعارضة السورية التي تتهم نظام الأسد باستخدام ذلك السلاح. وينفي نظام بشار الأسد استخدام الكيماوي ويتهم المعارضة بامتلاكه واستخدامه بهدف السعي إلى اختلاف ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في سوريا. أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى الصحف والمواقع التركية، فقد نشر موقع هابرلر الألكتروني على موقعه تحت عنوان داود أوغلو: ادعاءات الأسد لا معنى ولا صحة لها إطلاقا. صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأن الاتهامات التي وجهها الرئيس السوري بشار الأسد لتركيا لا معنى لها ولا صحة لها على الإطلاق. وأضاف داود أوغلو في حديث إلى الصحفيين من العاصمة الألبانية تيرانا أن الأسد ظلم شعبه وعمد مؤخرا إلى استخدام السلاح الكيماوي ضده، موضحا أن من يرتكب مثل هذه الأفعال لا يحق له توجيه اتهامات لتركيا، وأن ما صرح به خلال حديثه إلى إحدى القنوات التركية لا معنى له ولا علاقة له بالحقيقة. وقال داود أوغلو: إنه من المؤسف أن تصدر تلك الاتهامات لتركيا من شخص استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه وارتكب جرائم ضد الإنسانية، ومن المحزن أيضا أن تجد مثل تلك الاتهامات مكانا لها في الإعلام التركي مطالبا الأسد بتقديم الاعتذار لشعبه لأن ما ادعاه بحق اللاجئين السوريين في تركيا لا أصل له، حيث إن جميع الإخوة، يقول وزير الخارجية التركي، من اللاجئين السوريين في البلاد يكنون كل الاحترام والتقدير لتركيا. ونوه داود أوغلو إلى أنه ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قدم نصائح للأسد بالإصغاء إلى صوت شعبه وإجراء إصلاحات حقيقية تناسب مطالبهم المحقة، كما أنهم أجروا بهذا الخصوص عدة مقابلات استمرت أياما وأسابيع، إلا أن الأسد وبدلا من أن يقيم تعاونا مشتركا مع تركيا عمد إلى ظلم شعبه وقتلهم. وبين داود أوغلو أنهم لا يأخذون تصريحات الأسد بجدية لأنه لا صحة له ولا معنى لها على الإطلاق، مشددا على أن تركيا ستبقى كما هي إلى جانب الشعب السوري حتى ينعم بالأمن والاستقرار، وستبذل كل الجهود الممكنة من أجل إيقاف المجازر وإحلال الأمن والطمأنينة في سوريا. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد حذر تركيا في مقابلة مع التلفزيون هلق تي في التركي، وقال إنها ستدفع ثمنا غاليا نتيجة لدعمها للإرهابيين في سوريا على حد زعمه، وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين سينقلبون على أنقرة وسيتسببون بمتاعب لها، كما وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالمتعصب وفقا لوصفه. وكالة أنباء الأناضول أوردت اليوم خبرا حول اجتماع الائتلاف الوطني مع قادة الجيش الحر. قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن التفاوض مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد في مؤتمر جنيف 2 والمرجح عقده الشهر المقبل سيكون الخيار الأخير، وبضمانة عربية وإسلامية من خلال جامعة الدول العربية. ولم يحدد الائتلاف طبيعة الضمانات العربية والإسلامية
التي يريدها. وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أوضح السنير أحمد عضو المكتب الإعلامي للائتلاف أن الائتلاف توصل إلى ذلك خلال اجتماع ضم رئيسه أحمد جربة مع قادة الألوية العسكرية التابعة للجيش الحر في مدينة اسطنبول التركية أمس، وذلك لمناقشة الموقف من مؤتمر جنيف 2. وأضاف سنير أن الجميع اتفقوا على أن الحصول على ضمانات عربية وإسلامية قبل التفاوض لا بد أن يسبق مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا، والمرجح أن يتم عقده في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ولا بد أن يكون هدفها هو رحيل بشار الأسد على حد قوله. أعزائي المشاهدين، ختام جولتنا في حديث الصحافة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.